الحمد لله رب العالمين، جعل الليل والنهار آيتين، خلق بقدرته المشرقين وخلق بقدرته المغربين، وهو باسط الكفين، استوى على العرش والكرسي موضع القدمين. سبحانه وتعالى لا يسأل بالكيف ولا بالأين، لأنه الإله فوق الأين. سل البقرة، سل آل عمران، سل الزهروين، سل الإخلاص، سل الفلق، سل الناس، سل المعوذتين، سل سورة النساء عن الربع والثلث والثلثين، وسل سورة الأعراف عن موسى لما ضرب بعصاه الحجر فخرجت منه 12 عين، وسل سورة التوبة عن الصديق رجل المواقف 2، وسل سورة الكهف عن ذي القرنين، وسل ذي القرنين عن السدين، وسل الخضر عن غلام كان أبواه مؤمنين، وسل سورة يوسف عن السجينين، وسل سورة طه عن المعجزتين، وسل سورة الحج عن السجدتين، وسل سورة النمل عن بلقيس لما كشفت عن الساقين، وسل سورة التحريم عن امرأتين كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، وسل حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عن يوم بدر وحنين الذي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسر الأمرين، والذي ربط على بطنه من الجوع حجرين فأشار إلى القمر بأصبعين فانقسم القمر إلى نصفين، لأنه نبي الحرمين ورسول الثقلين وشفيع من في الدارين وجد الحسنين، سيدنا الإمام الحسن وسيدنا الإمام الحسين. أيها الإخوة المؤمنون، من ساحة العلم والعلماء إلى ساحة القرآن الكريم، ويتجدد اللقاء مع ذلكم العلم القرآني الإذاعي الشهير ملك المقامات ومحرك القلوب والأكثر شعبية دولية، الذي شرف مصر والعالم الإسلامي كله في المحافل الدولية، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق، والذي سنصعد به إن شاء الله تعالى في فجر الجمعة القادمة من مسجد سيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة في قرآن الفجر، سائلين الله عز وجل له التوفيق والسداد، ولنا حسن الاستماع، فليتفضل صاحب الفضيلة.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار. وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. و
ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. الفاتحة. إن كنت ترغب في السعادة والهنا وذهاب همك فاقرأ القرآن، فتلاوة القرآن خير عبادة، وبه نخاطب ربنا الرحمن، وهو الذي قد أحكمت آياته قهر الجميع بلاغة وبيانا، وهو العلاج لكل قلب متعب سئم الحياة ولازم الأحزان، يستمطر الرحمات من رب السماء لسامعيه وقارئيه الآن. عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي كانت من آخر سورة آل عمران، وكانت متابعة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة التي نكرم فيها عمدة العمد ورمز الواقف في كل مكان. الله أسأل أن يجعل هذه التلاوة نورا يتقاتر على قدره، وأن يكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. التلاوة كانت بصوت العلم القرآني والإذاعي الشهير قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، ملك المقامات ومحرك القلوب، القارئ الذي شرف مصر والعالم الإسلامي كله في المحافل الدولية، والذي سنسعد به إن شاء الله تعالى في فجر الجمعة القادمة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة في قرآن الفجر، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، مشاركة مع الهندسة الصوتية والمعرض الفن الإضاءة الحديثة، أفخم محطات ديزل كبرى، قصور أضيافة المتنقلة، تيضارة أولاد الحاج سيد حماد، أولاد الحاج سيد حماد المقيمين بقرنشو، عبر أثير شاشات الإنترنت العالمية، إمبراطور التصوير الأول مهندس إبراهيم عوض، أولى مصور الحفلات الدينية وصاحب الموقع الإسلامي الكبير على شبكة الإنترنت والمقيم بمدينة طنطا، أسرة الفقيد الراحل عمدة قرية قرنشو الحاج سعيد سليمان الأقرع، يتقدم المهندس علاء سعيد الأقرع، مهندس حسام سعيد الأقرع، مهندس سليمان سعيد الأقرع، أستاذ أحمد سعيد الأقرع، الأستاذ محمد سعيد الأقرع، الحاج فرج سليمان الأقرع، الحاج عبد الفتاح سليمان الأقرع، الحاج أحمد سليمان الأقرع، تقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى كل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية والسياسية وإلى علماء الأزهر ورجال الأوقاف. موعدنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.